مرة تانية احنا بنتكلم وما زلنا بنتكلم اننا عايشين واحد من اصعب الفترات اللي عدت على جيلنا ويمكن الجيل اللي سبقنا والجيل اللي بعدنا فيما يخص الاجراءات الصحية عموما، الاجراءات الاحترازية، كورونا وتداعياتها والسنتين التقال اللي بيعدوا على العالم. احنا كلنا العالم كله بيتمنى انها تنتهي وعارفين انها هتنتهي وقادرين نفهم ونستنى كل فترة نقول امتى مناعة القطيع، امتى نقول انه العالم في امان، امتى نقول انه هنتعامل معه لانه مرض عادي ليه علاج مثلا. فدي اسئلة كلها مشروعة، ومشروع جدا ان حد يروح كده باحلامه ويقول انا عارف امتى هتنتهي كورونا، او يعني او تحديدا انا هقدر اتابع الى حين انتهاء الازمة. لكن في ذروة مواجهة العالم لأوميكرون والمتحور اللي مش هنقول أكثر خطورة لكنه الأكثر قدرة على الانتشار، العالم كله بيسجل أرقام كارثية في الإصابات، هي مش كارثية الحمد لله في الوفيات لكن في الإصابات، وده معناه إن إحنا في قلب موجة حقيقية لوباء حقيقي العالم كله بيواجهه، وده كلام مش جديد، ده كلام كله قديم جدا. لكن في الوقت ده إحنا كمان جوانا كده نقول امتى يطلعوا يقولوا لنا كل ده كان مش حقيقي، هو الحقيقه ده مش هيحصل. لكن اللي طلع بقى حاجه تشبه كده، تشبه الخيال ده، انه رئيس وزراء واحده من اهم الدول المؤثره ومن اكثر الدول اللي تاثرت بكورونا ومن اكثر الدول اللي عانت من اوميكرون، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قال كده او اعلن في برلمان او امام البرلمان في بريطانيا رفع معظم القيود المفروضة على بريطانيا ابتداء من 27 يناير الجاري. انت متخيل انك تقول النهاردة او من يومين، يعني هو قال انه بعد 7 ايام انسوا الكمامات، انسوا الاجراءات الاحترازية، انسوا اي احترازات في المدارس. ودي كلها كانت اجراءات عنيفة، مش احنا مش بنتكلم في دولة كانت بتهزر، الدولة كانت ماشية كحد السيف في هذه الاجراءات. ايه اللي حصل ده وخلفيته ايه؟ بس تعالوا الاول نشوف الكلمة، لانه حتى طريقة إلقاء الكلمة وطريقة التفاعل معها في حاجة غريبة، تعالوا نشوفها. So this morning the cabinet concluded that because of the extraordinary booster campaign together with the way the public have responded to the plan B measures we can return to plan A in England and allow plan B regulations to expire. As a result from the start of Thursday next week mandatory certification will end. Organisations can, of course, choose to use the NHS COVID pass voluntarily, but we will end the compulsory use of COVID status certification in England. هو دلوقتي بيتكلم إنه كل حاجة تخص الإجراءات الاحترازية هتنتهي، كل ما يخص شهادات التطعيم عشان تدخل المكان هتنتهي، كل ما يخص الكمامات في المدارس هينتهي، وزي ما أنتوا شايفين في تهليل ومعارضة وراه كده في الأجواء اللي وراه. الحقيقة إنه القرار بوريس جونسون زي ما احنا ممكن نتخيل يا بريطانيا قالت كده يبقى احنا يلا نمشي وراها، الحقيقه بريطانيا في زاويتين او طريقتين لطرح نفس القصه دي، رغم انها قصه غريبه جدا وانك هتقدر تقول انه في حاجه مريبه او ان ده قرار غير عقلاني،